ازيك عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنرسم فورم كده في 10 دقايق سريعا، نشوف هنبتدي ازاي. زي ما قلنا نبتدي الهيومن، بص 1 2 3 الأقرب للأبعد، الانترونز البيرفكت 1 بوينت، شكل الكتلة نقفل الكتلة من لاحظتوا ازاي بقى بعمل اوتلاين للبيلدينج، بعد كده باخد منها ديتيلز من السوليد للفويد، عايزين ندخل الجزء ده لجوه. نعمل الفلوس طب الجزء ده نبتدي نزود هاتشينج، مش نبتدي الجزء ده داخل معايا لجوه.
انا يوم بين بالبعد مش ده بعيد ده لينك اشتغل على شوية ديتيلز جزء الفويد كان الجزء ده داخل جوه في ده هنا في الجراوند حوالين المبنى ده كوست الهندرانس كله ياخد باله ازاي انا بشكل النقطة دي مهمة خالص ان انا اشكل طريقة التشكيل والفورم نفسه انا ابتدي افتح في البلدين ديتيلز وزي الايد هي اللي بتفكر وهي اللي بتعمل الشكل نفسه الجزء التاني من البروجكت بس ياخد شكل الفورم الناس بتسألني هو ايه البروجكت اللي انا شغال عليه يعني كذا مرة اتكلمت في الموضوع ده انا بمرن ايدي على فورم وديتيلز وهاتشينج مش شرط اكون شغال في بروجكت معين لما اجي اشتغل في البروجكت بتاعي على ايدي بتتمرن صح على الفرن تبتدي تشكل كل حاجة لوحدها شوية هاتشينج بسيطة تنزل البرلينج جراوند لا شكل المبنى بتاعي تمام ربطكم استفدتوا